صعوبة الجراحات في العالم كله، جراحات المخ والأعصاب. يعني إيه جراحة ملاحية؟ يعني إيه أفهم أنا داخل إزاي في المخ دوت وفي العمود الفقري بدقة وبتفصيل؟ ده هيكون مع القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير، وطبعا اسم كبير مصريا وعربيا وعالميا، ويعني جراح ينتمي إلى فصيلة الجراحين العالميين، الاسم الأشهر في عالم جراحات المخ والأعصاب، طبعا ضيفي العزيز القيمة والقامة الجراحية المتميزة الأستاذ الدكتور يسر الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة القصر العيني، والمدير لمستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور عيني. معلش أنا آسفا، تحمل معلومات المتواضعة في مقدمة جميلة كده ده عندك بقى خلاص. يعني إيه جراحة ملحية؟ جراحة ملاحية ببساطة شديدة هي نوع من التكنولوجي. دايما لما عيان أو حد بيسألني يعني إيه جراحة ملاحية، بقول له أنت لو ركبت تاكسي النهاردة في مصر وركبت تاكسي في أوروبا هتجد بعض الفروق. طبعا تاكسي في أوروبا أما بتقعد مع التاكسي أول حاجة بيقولك أنت رايح فين، بتلاقيه كتب كده على شاشة عنده المكان اللي هو رايح له، يلاقي عنده شاشة قدام منه رسمة له خريطة بمسارات متعددة للمكان ده، أقصرها إيه، أسهلها إيه، وعنده معلومات من القمر الصناعي مين أكثر ازدحاما مين أقل ازدحاما. ببساطة شديدة سواء التاكسي بيعرف هيوصلك المكان ده في 5 دقايق، في 10 دقايق، في 3 ساعة. لو أنت عايز تمر من وسط البلد أو عايز تمر من مكان معين أو عايز تشوف أحد المعالم السياحية في طريقك من بره بيقولك وبيسألك. لو انت كمان ما بتحبش انه ياخد الهاي واي ويمشي بسرعة برضو بيقولك. اوبشنز كتيرة جدا، اختيارات عديدة جدا بيديها لك سواء التاكسي، وانت قاعد في التاكسي كمان بيبقى فيه معاك انترنت تقدر تتابع، فبالتالي المفهوم تاكسي هيوصلني للمكان لكن هيوصلني في قد ايه، اقدر لو انا مستعجل اروح ازاي، ممكن اوصل وانا مستمتع لما يوديني اماكن فيها مزارات سياحية ابص عليها من بعيد، ممكن يوديني اماكن لو انا ما بحبش السرعة وبحب ابقى هادي في التاكسي هياخدني من اماكن. عايز اقول ان الجراحة الملاحية هو ده اللي بتعمله. دمج تكنولوجيا، انا بحط صور للاشعة بتاعة المريض، كل معلومات التشريحية الخاصة بالمريض بحطها وبدمجها مع صور الأشعة بتاعته، وبدمج ده مع صور العملية بتاعتي اللي أنا بشتغلها، التلاتة مع بعض بيدوني معطيات دقيقة جدا جدا جدا، عشان لما أقعد أعمل للمريض ده استئصال ورم، قفل تمدد شرياني، إزالة نزيف من المخ، إزالة تجمع دموي، أبقى عارف هدخل إزاي وفي قد ايه ممكن اخلص، وازاي ما مرش بالاماكن الشديدة الخطورة في المخ، وازاي ان انا اعمل الجراحة بتاعتي بشكل امن جدا على المريض بتاعي ابتو، او لدرجة ان انا ممكن اعمل الجراحة بتاعتي اشيل ورم من المخ بمخدر موضعي. وده مش مجرد كلام، ده تطبيقات انا شخصيا عملتها في القصر العيني المجاني في مستشفى القصر العيني العظيم. تمام. ومن سنين ان انا ادخل في ورم على مركز الكلام محتاج ان انا اشيل الورم ده واسمع المريض وهو بيتكلم قدامي عشان ما يتأثرش مركز الكلام. دي الجراحة الملاحية. دي التولز اللي هي بتقدمها لي. انا عندي صور في اوضه العمليات على كمبيوتر، الكمبيوتر بياخد الصور اللي موجودة على المريض، دي الابليكيتورز اللي بتركب على دماغ المريض علشان أبقى وأنا داخل بالآلات بتاعتي أبقى داخل كل خطوة جوه محسوسة ومقروءة بدقة شديدة جدا ومرصودة لي على شاشة، وبدمج عليها صورة الأشعة بتاعة المريض وبدمج عليها صورة الموجات زي ما شفنا اللي بيرسمها رسم المخ أو علشان معدل الأمان، علشان أبقى جراحة محدودة التدخل. يعني محدودة التدخل ان انا ما افتحش في الاماكن اللي ربنا خلقها، ما ضرش اماكن مفروض انها بتؤدي وظائف حيوية، بستعين في الجراحة الملاحية دي باجهزة ومعدات خاصة. الجهاز الاشعة بيبقى له سوفت وير خاص، باخد الداتا من جهاز الاشعة
ادمجها على كمبيوتر في اوضه العمليات، بيبقى معايا متخصص بيقدر يديني الداتا دي كلها وانا شغال على مونيتور داخل غرفه العمليات. فاصبحت الموضوع ما بقاش عمليه عاديه خالص، بقى عمليه محسوبه المخاطر، محسوبه الدقه، محسوبه كل حاجه علشان اصل بالمريض بتاعي الى ان انا اعمل العمليه الكبيره قوي دي من غير ما اثر على الوظائف الحيويه في المخ، لان المخ كل حاجه فيه مهمه، كل حاجه فيه بتؤدي وظيفه محدد. الحاجات المقلقه لاورام المخ تحديدا زي ايه مثلا؟ ده سؤال مهم جدا على فكره. يعني من الحاجات اللي دايما بنقولها المرضى بيقلقوا قوي من الصداع. عايز اطمنهم ان 2% بس من حالات الصداع بتبقى بسبب اورام المخ. 98% ملوش علاقه باورام المخ، لكن الصداع اللي بيجي مستمر وبيزيد بساعات الليل المتاخره او المريض يصحى بيه الفجريه، ده صداع خطير جدا، لانه ده صداع بيقول ان في ارتفاع في ضغط المخ، قد يكون هناك ورم في المخ. الصداع المصحوب بزغلله في الرؤيه، ان انا اشوف الرؤيه كاني ببص من ازاز مصنفر، او الصداع اللي مصحوب برؤيه مزدوجه اشوف الصوره صورتين، او الصداع اللي مصحوب بان النظر بتاعي بيقل بالتدريج، والصداع المصحوب ب قيء او ميل الى الترجيع ساعات اللي هو ميوعه، ان انا عندي احساس برجع. واخطر انواع الصداع هو الصداع اللي بيجي في الفجريه، يصحى المريض من النوم بدري قوي والمريض يبقى عايز يصحى من النوم عايز يرجع. ده لابد من عمل اشعه على المخ سواء كانت رنين او مقطعيه لمعرفه هذا السبب. فدول الحاجات اللي هي الارمنج ساين او علامات الخطر اللي مفروض ندور فيها. غير كده هيبقى ده دور الطبيب المتخصص اللي هو بيشوف حالات الاكروميجالي زي ما حضرتك تفضلت او علامات اخرى اكثر تخصص. طب انا هقف على الجراحه الملاحيه، ايه اللي هتقدمه للمريض؟ يعني هتفيد المريض في ايه في الجراحه الملاحيه؟ وفي نفس الوقت برضو السؤال اللي بعديه، إيه مين المريض اللي ما ينفعوش جراحه ملاحيه؟ مفيش مريض ما ينفعوش جراحه ملاحيه. مفيش مريض ما ينفعوش انه يستفيد من التكنولوجي. انت النهارده لما بتسافر لاي بلد انت عندك وسائل سفر عديده جدا. ممكن تسافر ماشي، ممكن تسافر راكب حمار، ممكن راكب جمل، راكب حصان، راكب سفينه، راكب عربيه، راكب طياره، ممكن تسافر راكب سفينه فضاء. يا ترى لو كل ده متاح ليك هتختار ايه؟ هتختار الاسرع، الامن، الاريح، اللي بينجز، اللي ما يعرضكش لمخاطر. ما هو انت النهارده لما تركب جمل في قطاع طريق وفي 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 في حر، في برد، في غير لما تركب طياره مكيفه. كل شيء له مخاطره طبعا، ولكن احنا في النهايه خالص لما تعمل احصائيات كم واحد بيروح البلد دي على رجليه ماشي وكم واحد بيركب طياره، هو ده الكلام. النهارده لما يبقى عندك التولز وانت بتسال حد متخصص بيقدر يعمل الجراحه العاديه بشكل كويس جدا وشاطر جدا فيها، وعشان هو شاطر جدا اتعلم انه يشتغل بالمنظار والميكروسكوب والجراحه الملاحيه. وبالتالي لما تسال الجراح ده هيقول لك انا بعمل كل حالاتي بالجراحه الملاحيه. انا بضيف بعد ثالث ورابع للعمليه بتاعتي. الناس بتشتغل ثنائي الابعاد او ثلاثي الابعاد في العمليه. بيشتغل ثنائي الابعاد في العمليه. انا بشتغل ثلاثي ورباعي الابعاد. اللي هو شايف الطول والعرض والسمك والدبس واللي مش متشاف بالعين شايفه بالجراحه الملاحيه، بتديني الاحداثيات اللي انا شلته ايه واللي لسه هشيله ايه واللي لسه مش باين لي ايه. فبالتالي انا لما ادي للمريض بتاعي الاوبشن ده يبقى انا حسنت الاداء وعليت الاداء قوي قوي وزودت معدل الدقه، وده هينعكس على سرعة الشفاء. الحاجة الأهم من ده إن أنا بشتغل لما بشتغل بالجراحة الملاحية ما بحتاجش أخترق الخطوط الطبيعية التشريحية للمريض. يعني عشان أعمل ورم في الغدة النخامية بالطرق التقليدية هفتح المخ والجمجمة لكن لو أنا بشتغل بالجراحة الملاحية والمناظير والميكروسكوب هدخل من الأنف وأعمل العملية بتاعتي، المريض ما يحتاجش يبقى عنده أي جرح أو أي حاجة. ده مثلا. والريكفري بتاعه بيكون أسرع. اسرع ما يكون. مش هحتاج اقعد ادي المريض بنج ساعه ساعتين ثلاثه، مش هحتاج اطلع المريض ده في غيبوبه وادي له منومات عشان يستفيق من الغيبوبه على مدى ايام، مش هحتاج انقل له دم، مش هحتاج اعرضه لمخاطر كثيره جدا. وبالتالي لو المريض ده عنده مشاكل في القلب، في الكبد، في السكر، في الضغط، في في في
الجراحه الملاحيه ساعدتني ان انا انجز واعمل عمليتي بسرعه واحقق الهدف. ده مش معناه زي ما بعض الناس بيروح لبعض الجراحين اللي بيشتغل بالطرق التقليديه ويقول له انا في جراح قال لي اعمل منظار في العمود الفقري، يقول له لا اصل المنظار بيرجع. لا ابدا، الكلام ده مش صح طبعا. المنظار هو والجراحه الملاحيه هي العمليه الجراحيه التقليديه بكل ما تعني. يعني انت لما بتروح لجراح مسالك بوليه ويشيل لك الحصوه من الكلى او من الحالب بالمنظار، هو نفس الحصوه اللي بيشيلها الجراح اللي بيفتح، نفس القصه. انا بشيل ورم، بشيل تمدد بشيل بقفل تمدد شرياني، بشيل تجمع دموي، بشيل غضروف بالجراحه الملاحيه زي الجراحه العاديه، مع الفارق الكبير جدا في الريكفري، في ان انا ارجع ريكفري بعد عدل الاستشفاء بعد العمليه بالظبط. وكمان انا ببقى عارف مثلا هنتكلم شويه على العمود الفقري. العمود الفقري ده الحقيقه من المناطق اللي فيها كثير من الدجل، كثير من الغرور لبعض الغير متخصصين او لبعض المتهورين اللي لسه ما خدوش الخبره الكافيه. انا هتكلم على الخبره في نهايه الحلقه، لكن انا عايز اتكلم على العمود الفقري. امتى عياني وما مطلوب له فعلا يعمل تدخل جراحي في العمود الفقري؟ لا يعني احنا عندنا قصه امتى نعمل عمليه او ما نعملش عمليه دي بتخضع لحاجات كتير جدا. ايوه، اهمها وسيله العمليه نفسها. دي عمليه مثلا بالمنظار. تصور لو انا عندي عيان عنده انزلاق غضروفي، هدخل بفتحه صغيره لا تتعدى السنتيمترات واشيل الغضروف بدون ما اشيل اي عظم من النضه زي ما بيتعرض قدامنا على الشاشه، وهشيل الغضروف بدقه متناهيه بتديها لي الجراحه الملاحيه. والمريض بتاعي اول ما يفوق، اول ما يفوق من البنج اتفضل اقول له اتفضل قوم اقعد واقعد وامشي واتحرك اسبوع وتقدر تسوق عربيتك وتنزل مكتبك. يبقى اعذبه ليه واديله ادويه 3 4 شهور و6 شهور وسنه وما بيستجبش، والادويه تعمل له لا قدر الله قرحه في المعده، فشل كلوي، تعمل له والديسك عمال يزيد في الضغط، والديسك زي ما هو موجود على الاقل لا هيزيد ما لم يكن بيزيد وما لم يكن هيعمل لي شلل. انما انا النهارده حتى العصب انا بحميه، عندي الات بشتغل بيها بتحمي العصب وتبقى مصد للعصب عشان ما فيش حاجه تاثر. شلت الغضروف رجع العصب والحبل الشوكي الى وضعه الطبيعي، وما شلتش عظم الاصفر ده العظم اللي في العمود الفقري، والمريض رجع حطيت حاجه بسيطه جدا على الجرح، ما بقاش عندي مشكله. لما اكون انا بعمل الجراحه بهذه التقنيه يبقى ده يشجعني النهارده لما يجي لي مريض عنده انزلاق غضروفي، انا متاكد وعارف كويس جدا ان ده خلاص الانزلاق ده بقى زي الفتق، عمره ما هيرجع مكانه تاني، ومريضي ده هيحتاج عمليه ان اجلا او عاجلا. يبقى ما استناش زي ما الجراحه التقليديه بتعمل انه يستنى لما المريض ده يجي له شلل ويعمل له عمليه، عشان خايف لما يعمل العمليه انه يجي له شلل، فيقول لما يدخل بالشلل خلاص ما هو كده كده عنده شلل فمش هيحصل حاجه. لا، الكون المفهوم تغير تماما. تغير ان انا بدخل المريض سليم واطلعه سليم واطلعه بسرعه اسبوع، زي ما احنا شايفين ده برضه المنظار. ده منظار للعمود الفقري. فتحه صغيره جدا جدا، بدخل بالمنظار اعمل حاجات كتير جدا جوه العمود الفقري دون ان اؤثر على التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. اصبحت انا بدخل الخط الاحمر او الضوء الاحمر ده اللي تحت بيقول المنظار فين، وامشي بقى جوه العمود الفقري كاني راكب مركب وماشي جوه النيل. كل حاجه بتقابلني بتعامل معها. اي حاجه موجوده داخل العمود الفقري بتعامل معها اثناء مروري بالمنظار، وبالتالي انا سهلت قوي للمريض بتاعي ان انا ارجع طبيعي كمريض، وان انا اخف بسرعه، وان ارجع اشتغل وأدي أعمالي كاملة دون تعطيل. ما بقاش بقى المريض بينام على ظهره لمدة شهر، ما بقاش بقى المريض بيحتاج يلبس حزام بعد العملية، ما بقاش ممنوع تكح، ممنوع توطي، ممنوع تتقلب، الكلام ده غير موجود. المريض بيطلع 48 ساعة أقصى مدة ممكن يقعدها في المستشفى، في مريض ممكن يخرج في نفس اليوم وبيرجع بعد أسبوع يشتغل كل حاجة، لو بيشتغل اعمال مكتبيه، لو بيشتغل اعمال يدويه شاقه بنعاده 3 أسابيع من باب الاحتياط ويرجع يشتغل تاني. يبقى هقعده ليه اديله 2 3 أدوية؟ خلاص المفهوم تغير، انا رجعته طبيعي
في مدة قصيرة جدا ما خسرش حاجة من التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه، ودي أهم حاجة في الموضوع. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وقتك اللي بتديهولنا، وكالعادة يتألق وكالعادة يبدأ وكالعادة ينورنا القمة العلمية الكبيرة والجراح المتميز صاحب المهارة الخاصة جدا سواء الاسم الكبير مصريا وعربيا وطبعا عالميا، الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والمدير لمستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة، كان ضيفي وأفخر بذلك. نورت الدكتور يسري. ربنا يخليك. خليكم مع الدكتور، اوعى تروح في حتة تانية.